إذا يسأل سائل لماذا الآن في المشاهد طائرة واحدة وليس لطائرتين، هذا عمل رادارات، ودائما الطائرات المسيرة تكون تجميع وليس من الطائرات التي تعمل إلكترونيا، بحيث الرادارات المصممة والدقة العالية تقوم بكشف هكذا طائرات إلا بوفق مستويات. يكون عندما يكون المستوى منخفض يكون معدومة الرؤية للرادار، وهذا لا يعني أننا لا نملك الدليل، بل لدينا إحداثيات مؤكدة ودقيقة اطلعنا عليها في مكان انطلاق الطائرتين واجتماعهم في العودة للمكان الآخر، ولدينا كثير من الحديث حول هذه القضية ستكون إن شاء الله في اللقاءات والمؤتمرات القادمة. الطائرة من التجميع والصناعات المحلية، والمقذوف أيضا من الصناعة المحلية، وهو في الغلاف البلاستيكي حتى يكون خفيف على وزن الطائرة، ومكونات المقذوف من خلال ما أفادتنا بها الأدلة الجنائية لمكان المقذوف الذي انفجر، وهو من النوع الذي ينفجر جانبي ليس للأعلى أو للأسفل، ولهذا قد البعض يقول يحلل لكن ليس اختصاص، وإنما الجواب عندما يكون أهل الاختصاص هم الذين يقومون بإعطاء التحليل الدقيق. والمادة المنفجرة هي من مكونات السيفور، وإن شاء الله في المؤتمرات القادمة، وقد يحضر جميع أعضاء اللجنة، واليوم أخواني أعضاء اللجنة خولوني أن أذيع وأوضح لهذه الحقيقة لأبناء الشعب العراقي بالقدر اللي متاح لنا جميعا. تم أخذ إفادة الخط الأول لحماية السيد رئيس الوزراء وللفريق الثابت والمتحرك، وأنا شخصيا قلت لرئيس الوزراء نحتاج تدوين إفادة السيادة، قال أنا حاضر في أي وقت، وثبت للجنة أن للمنزل الذي يستقر به رئيس الوزراء به 4 مخارج غير معروفة للزائرين، وأن فريق الإخلاء الخاص به، وهذا شيء معروف لدى كل رؤساء الدول والسياسيين والمجالس ونواب الرئيس، هنالك خطة أمنية خاصة به للإخلاء، تم إخلاء رئيس الوزراء من المكان بعد التفجير إلى ونقله إلى مكان آمن آخر. والحقيقة التي لا يمكن أن تقبل التأويل والمناقشة أو الجدال أن البيت تعرض إلى هجوم أرهابي هدفه واضح، مكان الذي استهدف في باحة الدار والمقذوف الذي وجد على سطح الدار، وأنا شخصيا استفسرت من الأدلة الجنائية ما هو سبب عدم انفلاق المقذوف الثاني. لدينا من الخبراء الذين يشهد لهم بالمهنية والعلمية، المقذوف سقط ليس بالاتجاه هكذا وإنما على القاعدة، وبالتالي جزء القاعدة الموجود الذي وجد موجود حاليا هنا وتعرض إلى أضرار ولم ينفجر. هذا المكان ما بين المقذوف الأول والثاني 5 أمتار، وهي المكانات في هذا المكان الذي يترجل منه ويدخل للدار، والمكان الثاني الذي يجلس به وفيه رئيس الوزراء، هذا ثابت لدى اللجنة التحقيقية، واللجنة مستمرة وتستفيد من كل الخبرات، وكل الأجهزة الأمنية تعمل لكل وبأعلى المستويات للوصول إلى الحقيقة، وكثير من اللجان التحقيقية المشكلة في كثير من القضايا استكملت إجراءاتها كما هذه اللجنة تعمل، ولكن لسنا في عجالة بطرح الأوضاع أو نتائج التحقيق، لأننا بحاجة حقيقية إلى وقت،
ونطلب من جميع الأخوة في كتل وأحزاب وتيارات مساعدة اللجنة بما لديهم من معلومات، وأن تكون اللجنة تعمل في أجواء هادئة وبمهنية وبقضايا علمية وفنية، ولا نريد أن يكون أثر للوضع السياسي على هذه اللجنة.